احنا كل واحد فينا بيبقى شغال لوحده صح، بس لما بنيجي نركب على بعض الاوردرات بتتاخر. دلوقتي حضرتك بتقول الاوردرات في المخازن ما يديني، هو مش قادر يديك لان الحاجه هتجيلك في خلال اسبوعين. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ممكن بسبب دروب عندي في المخازن او دروب في المشتريات او دروب في الانتاج كل اللي انا بعمله يتهد. ليه؟ العميل في الاخر ما خدش الحاجه اللي هو عايزها بالكميه اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه. مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيخلينا كل شويه نقعد نجري ورا بعض ونعيد تخطيط مره واثنين وثلاثه؟ ده اللي احنا عايزين نبدا بقى نحله دلوقتي. هتبدا بقى المشاكل تظهر قدامنا دلوقتي، وهتبدا ارقام الفوركاست اللي كان بيعمل فوركاست بواحد واثنين شويه هتلاقيهم بتعملوا 10 وب 20 وب 30 لما ما كانش عندنا باك لوج، هتلاقي عندنا دلوقتي باك لوج ب 10 15. اتفضل. بس سمعنا في خطوه في النص اللي هي خدمه العملاء اللي هو بيستقبل الطلبات من الفروع اصلا ملوش فوركاست. على ارض الواقع، على ارض الواقع لما هو بيطلب منه ما بيطلبش. ثانيه واحده بس، هو خدمه العملاء بيستلم من مين؟ هو بيطلب من مين؟ حلو. ممكن يعمل الفوركاست بتاعه على قد الكميه اللي استلمها. لو هو استلم اربعه وطلب اربعه يبقى الفوركاست بتاعه اربعه. فاهمني؟ مش لازم ان الفوركاست تبقى حاجه من ثلاث افكار، بس في بعض الاوقات خدمه العملاء بيحط كميه حطها طبعا زي ما هي، وشوف اللي هيحصل. الاوردرات بتتاخر ساعات كده بعد كده ولا لا؟ ليه؟ عشان هو انا اسف في الكلمه خد زي ما هو وسلك زي ما هو. اللي هو بيدور على السيستم حضرتك. موافق. ايه الناتج اللي بيحصل؟ اللي بيحصل دور السيستم. بيحصل دور. خلينا محافظين على السيستم ونتحمل الدور. على عيني وعلى راسي. كل واحد فينا بيعمل فوركاست بوجهه نظره. الفرع عمل الفوركاست بوجهه نظره. استاذ امير لما بيجي بيشتري بيعمل الفوركاست، يا اما بيتواصل مع ادارات تانية يا اما بيعمل فوركاست لنفسه. الانتاج لما بيجي يحط خطه الانتاج عنده استرشادي، بس في بعض الاوقات بعد لما بيستلم الاسترشادي بيحط كميه اضافيه لان الهيستوري بتاعه عارف ان الاسترشادي ده هيترفع. صح؟ اتفضل قول تاني. المورد ما جابوش الطلبات بتاعتي. يا باشمهندس امير، المورد ما جابوش البضاعه. المورد ما سلملوش البضاعة بتاعته. ليه؟ لأن المورد بتاعه ما كانش عامل فوركاست يغطيه. لا ما يقدرش يسلمه لك مرة واحدة، لازم يسلمه لك في خلال أسبوعين. تاني اللي حصل هنا دلوقتي إن هو طلب وما استلمش. ما استلمش ليه؟ لأن هو لما طلب ما حطش في اعتباره الليد تايم ديليفري أسبوعين. هي الحاجة جاية بس جاية متأخرة. مش ده اللي بيحصل في الفروع؟ مش دي اللي بتحصل؟ مفيش حاجة اسمها شوية، لا مفيش حاجة اسمها شوية. أنا دلوقتي لازم أنا عايز أوجد المشاكل اللي بتبقى موجودة قدامي. مش عايز كتير، مش عايز تديك، مش عايز يديلك. هو دلوقتي الحاجة هتحتاجها بشوية، وهو لو أخرك أنت هتشرشه. هيبقى عندك ليه باك لوك. صح؟ محتاج كده المشتريات تبعت في البداية عشان أنا صح، يبقى أنت محتاج تغذي من الأول. مشتريات. خدت بالكم المشاكل بدات تظهر ازاي؟ المهم ان لما الكلام ده يحصل احنا الادارات اللي قبليه واللي بعدها هتعمل فيه ازاي؟ حتى لو خدمه العملاء ملهاش دور او دورها زي ما هو بياخده بيه مش غلط، بس اهم حاجه الانتاج والمشتريات والمخازن يلموا لي المشكله دي. طيب الاسبوع دلوقتي هبدا اطلب الطلب بتاع الاسبوع الثالث. حتى لسه عايز منكم هنا الحمد لله 11 في الجوله الثالثه.